من حوالي 5 شهور كده، وتحديداً في شهر إبريل من سنة 2022، طلع بعض علماء الفيزياء والأول مرة أعلنوا إنهم أخيراً قدروا يقيسوا كتلة واحد من البوزونات المهمة جداً في علم البارتكل فيزيكس أو فيزياء الجسيمات، اللي هو بوزون W، واللي بيعتبر البوزون الحامل لواحدة من الأربع قوى الأساسية في الطبيعة، اللي هي القوة النووية الضعيفة. والمذهل في اكتشافهم ده هو ان كتلة البوزون اللي قاسوها طلعت اكبر من الكتلة اللي كان بيتنبأ بيها النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات، والكلام ده معناه ان في غلطة كبيرة وفادحة في النموذج القياسي ده، واللي المفروض انه بيعتبر انجح نظرية فيزيائية في تاريخ علم الفيزياء على الاطلاق، واللي بسببها وصلنا لكل حاجة نعرفها عن فيزياء الجسيمات حاليا. ولو الكتلة اللي قاسوها دي طلعت بالقيمة دي فعلا، ده هيكون معناه ان علم الفيزياء الحديثة كله ممكن يكون في خطر حقيقي، ويكون الاساسيات اللي مبني عليها نفسها خاطئة. في الفيديو ده انا هحكي لك ازاي العلماء قدروا يقيسوا كتلة الدبليو بوزون، وهتفهم ليه الفيزيائيين مرعوبين حاليا من نتيجة القياس ده، وليه هو محوري كده في مستقبل الفيزياء كلها. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة، ويريد تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده يوصله لعدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكو، انا عماد عصام، وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. الموضوع كله بدأ مع تجربة علمية ضخمة بدأت من سنة 2001 واستمرت لفترة أكتر من 10 سنين في مختبر علمي ضخم جدا اسمه CDF، تابع لمعمل فيرمي لاب الشهير الموجود في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. والتجارب دي انتهت أخيرا في سنة 2011، وكان الهدف الرئيسي منها إنها تقيس كتلة حاجة اسمها الدبليو بوزون، وده هو الجسيم الذري المسؤول عن حمل قوة التفاعل النووي الضعيف في الذرة. ولسنين طويلة جدا كان قياس كتلة الجسيم ده حاجة في منتهى الصعوبة، وده لأنه بيتحلل بسرعة فائقة بتخلي من المستحيل إننا نقدر نرصده بطريقة مباشرة أبدا. ونتيجة لده فكان لازم علماء الفيزياء يلجأوا لطريقة كرياتيف شوية علشان يقدروا يرصدوه. بس علشان تفهم الطريقة دي وليه هم كانوا عايزين يقيسوا أصلا كتلة الجسيم ده، لازم الأول تفهم حاجة مهمة جدا واللي بتعتبر أساسية لأي كلام هنقوله عن الجسيمات الذرية، والحاجة دي هي النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات. وده بقى يا سيدي بيعتبر أنجح نظرية فيزيائية في التاريخ، وتم وضعه في الستينات من القرن اللي فات، واللي بيضم جواه وصف شامل وكامل لكل الجسيمات الذرية اللي بتكون منها أي حاجة في الكون حرفيا، من أول أصغر حاجة في الذرة لحد أكبر حاجة فيها. يعني باختصار النظرية دي تعتبر هي النموذج الأساسي اللي مبني عليها علومنا وكل اللي نعرفه عن فيزياء الجسيمات، واللي تم التأكد واختبار صحتها على مدار سنين طويلة، وفي كل مرة كان بيتعمل فيها أي تجارب خاصة بفيزياء الجسيمات كانت بتطلع نفس النتائج اللي تنبأ بيها النموذج القياسي ده بالظبط. وده اللي خلى النموذج القياسي ده يصبح على مدار عقود أقوى نظرية فيزيائية في التاريخ، واللي تم التأكد من صحتها مرارا وتكرارا، ده غير أنها بتعتبر أفضل إطار علمي حالي للقوانين الأساسية للكون، وبتوصف 3 قوى أساسية من قوى الطبيعة الأربعة، اللي هم القوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة والقوة النووية القوية. والقوة النووية القوية دي هي المسؤولة عن تماسك أنوية الذرات ومكوناتها اللي جواها، لكن في بعض الأنوية الذرية بتكون غير مستقرة وبتمر بعملية الراديو أكتف ديكي أو التحلل الإشعاعي، وفي خلال التحلل الإشعاعي ده بينطلق منها جسيمات ذرية دقيقة في عملية بطيئة جدا، ومحدش زمان كان فاهم هي بتحصل إزاي وليه. ولكن في الستينات تم وضع نموذج القياس الفيزياء الجسيمات، وعرفنا أخيرا عن طريقه إن 4 قوى الأساسية اللي بتحكم آلية عمل الكون بتتنقل من خلال جسيمات ذرية أولية بيسموها البوزونات، والبوزونات المسؤولة عن نقل القوة النووية الضعيفة اللي كانت محيرانة دي بيسموها بوزونات الـ W والـ Z. ده غير إن في بوزون تالت اسمه بوزون هيجز، هو المسؤول عن إعطاء كل الجسيمات الموجودة في الكون كتلتها. وجسيم هيجز بوزون ده واللي اطلقوا عليه اسم جود بورتكل او جسيم الرب، تم اكتشافه في مختبر سيرن سنة 2012. بس المهم بقى ان العلماء كانوا دايما بيعملوا اختبارات علشان يتأكدوا من صحة التنبؤات اللي بيقدمها النموذج القياسي ده، وبيقيسوا كتل الجسيمات الذرية اللي بيتنبأ بيها النموذج ويقارنوها بالكتل المتوقعة الناتجة من الحسابات والمعادلات الخاصة بالنظرية، وكل ده علشان يتأكدوا ان النموذج ده صحيح بنسبة 100%، ويعرفوا لو في اي غلطات فيه ممكن تفتح مجالات جديدة للبحث. والطريقة اللي بيعملوا بيها الاختبارات دي بقى هي طريقة مدهشة،
واللي بيحصل بالظبط هو انهم بيجيبوا الجسيمات الذريه الاوليه اللي زي البروتونات والالكترونات والنيترونات وهكذا، وبعدين يسرعوها لسرعات فائقه قريبه من سرعه الضوء، وبعدين يخبطوها في بعض جوه مصادمات ذريه ضخمه متصممه مخصوص لكده زي مسارع الجسيمات سيرن ومختبر فيرمي لاب وغيرهم كتير. ولما التصادمات الذريه دي بتحصل فالجسيمات الذريه دي بتتحلل لمكوناتها الاوليه وبتطلع جسيمات ذريه جديده خفيه هي اللي بتنقل قوى التفاعلات اللي بتنتج من التصادمات دي، والجسيمات الجديده دي بقى هي اللي بيقيسوها ويطبقوا عليها اكتشافاتهم وابحاثهم. طيب تمام، ايه بقى اللي حصل في مختبر سي دي اف بتاع فيرمي لاب ده وليه هو مهم قوي كده؟ اللي حصل يا سيدي هو ان خلال فتره عمل المختبر الممتده من سنه 2001 لحد سنه 2011 المختبر عمل مليارات عمليات التصادمات ما بين البروتونات والبروتونات المضاده، والبروتونات دي في الاساس بتتكون من جسيمات اوليه تانية اسمها الكواركات. فلما بيحصل تصادم ما بين بروتون موجب الشحنه وبروتون تاني من الماده المضاده سالب الشحنه فبتتحلل البروتونات دي كلها للكواركات الاوليه بتاعتها، والبروتون العادي الموجب بينتج كوارك عادي والبروتون المضاد بينتج كوارك مضاد، والتفاعل اللي بيحصل ما بين الكواركات العاديه والكواركات المضاده دي بقى هو اللي بينتج عنه بوزونات الدبليو. تمام لحد كده؟ اهي بوزونات الدبليو دي بقى العلماء كان بقالهم 40 سنه تقريبا بيحاولوا يقيسوا كتلتها علشان يقارنوها بالنموذج القياسي، بس ما كانوش عارفين يعملوا ده بدقه علشان كانوا محتاجين يعرفوا الاول كتله بوزون هيجز لانه داخل في المعادله اللي بيستعملوها في قياس بوزون الدبليو. ولما اتعرفت اخيرا كتلة بوزون هيجز في سنة 2012 كان عندهم فرصة انهم يحسبوا الكتلة بتاعة بوزون دبليو بأدق نتيجة ممكنة، وهو ده اللي عملوه بالفعل. وتخيل انهم قعدوا اكتر من 10 سنين يعملوا تجارب وتصادمات من سنة 2001 لحد 2011، وبعدين من سنة 2011 لحد سنة 2022 فضلوا يجمعوا ويدرسوا ويحللوا النتائج بتاعة التصادمات دي ويستعملوها في حساب الكتلة بتاعة البوزون دبليو، وكل ده باستعمال فريق علمي متكون من أكتر من 400 باحث فيزيائي وتحت إيديهم بعض أكتر أجهزة الكمبيوتر تطور في العالم، واللي بيستعملوها في عمل برامج محاكاة للتصادمات دي علشان يحسبوا بيها الحسابات بتاعتهم بعيدة عن أي خطأ بشري. أظن أنت كده وصلت الفكرة عامة عن مدى تعقيد العملية دي ومدى طول الوقت اللي احتاجته علشان يطلعوا منها بالنتيجة النهائية، والأبحاث دي تم نشرها في الدورية العلمية العالمية ساينس في شهر إبريل اللي فات، وهسيب لك اللينك بتاعها تحت الفيديو في الديسكريبشن، واللي اذهلت العالم كله، وده لان التجارب دي طلعت قيمه الكتله بتاعه بوزون دبليو مختلفه عن القيمه اللي بيتنبأ بيها النموذج القياسي، والنتيجه اللي طلعت بينت ان كتله البوزون دبليو اتقل من اللي بيتنبأ بيه وبيتوقعه النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات بمقدار حوالي 1/10%. وطبعا انت ممكن تفتكر ان ده قدر بسيط من الخطا ومش مهم، ولكنك هتكون غلطان علشان الفرق هنا وبالنسبة للأساسيات العلمية والبحثية اللي بيعتمدوا عليها في تجاربهم كان أكبر من معامل الخطأ المسموح به بحوالي 8 مرات كاملين. يعني باختصار مستحيل يكون الفرق ده مقبول، بل بالعكس تماما الفرق كبير جدا لدرجة ان الفريق العلمي لما شافوا اول مرة ما كانوش مصدقين نفسهم وحاولوا يعيدوا حساباتهم كذا مرة، وفي كل مرة كانت بتظهر لهم نفس النتيجة، وكان الواضح قدام عينيهم انهم لاول مرة تقريبا في التاريخ اكتشفوا خطأ وكسر في عرش انجح نظرية فيزيائية في تاريخ العلم المعاصر. النظرية اللي بنعتمد عليها في كل حاجة بنعملها تقريبا في الفيزياء الحديثة، وده كان معناه حاجة من ثلاثة. أول حاجة هي أن ممكن يكون الحسابات بتاعتهم فيها خطأ ما، وده طبعا صعب جدا علشان في مئات ويمكن آلاف العلماء اشتغلوا على الحسابات دي على مدى عقود طويلة، وتم استعمال أجهزة خارقة موجودة في معامل شديدة التطور زي مختبرات سيرن وفيرمي لاب وغيرهم لعملها بعيدا عن أي تدخلات بشرية، فمن شبه المستحيل يكون في أي خطأ بشري. تاني حاجة هي أن ممكن يكون حصل غلطة في قلب العملية أو التجربة نفسها، والغلطة غير المقصودة أو المجهولة دي هي اللي ممكن تكون سببت الفرق ده، وده بيتم التأكد منه دلوقتي بمئات التجارب اللي بتتعمل في عشرات المختبرات العلمية في العالم، واللي بيحاولوا يكرروا فيها نفس التجربة تاني، ومنهم مسرع الجسيمات سيرن اللي بيحضر تجربة مستقبلية هتأكد النتيجة دي أو تنفيها بشكل قاطع. تالت احتمال بقى وهو أن تكون قيمة كتلة الـ W بوزون اللي طلعت معاهم في التجربة تكون صحيحة وإن النموذج القياسي هو اللي غلط، وده هيكون معناه إن أنجح نظرية فيزيائية في التاريخ هتصبح مهددة بالانهيار، وإن ممكن يكون في قوة غامضة وخفية وجسيمات ذرية جديدة وغير معروفة هي المسؤولة عن الفرق الغريب في الكتلة ده. والحقيقة إن النموذج القياسي برغم إن كونه أنجح نظرية في التاريخ إلا إنه مازال غير قادر على تفسير كل حاجة في الفيزياء،
وعلى سبيل المثال انه لسه لحد دلوقتي مش قادر يفسر طريقه عمل الجاذبيه اللي هي القوه الرابعه من قوى الطبيعه الاساسيه، ولحد دلوقتي برضه مش موجود في النموذج القياسي اي اجابه على لغز الماده المظلمه الغامضه اللي بتكون حوالي 27% من اجمالي حجم الكون اللي نعرفه. فبالتالي احنا عارفين ومتاكدين ان لسه في حاجات كتير ناقصه في النموذج القياسي حتى الان، وده شيء عادي ومقبول. لكن لما يبقى النقص هو في حاجة أساسية قدرنا نتنبأ بيها بالمعادلات الموجودة فيه زي كتلة البوزون W ده، فده حاجة غريبة ومذهلة جدا، وممكن تكون سبب في إعادة كتابة قوانين فيزياء الجسيمات من أكتر من نص قرن كامل من اكتشافها. ومتوقع في الفترة اللي جاية إنها تطلع عشرات ويمكن مئات الأبحاث والأوراق العلمية اللي هتحاول تفسر الاختلاف في الكتلة اللي ظهر في التجارب دي. وممكن جدا من ضمن الأبحاث دي تظهر فرضية جديدة تقلب المجتمع العلمي كله رأسا على عقب، زي ما حصل كتير قبل كده في نظريات زي النسبية وميكانيكا الكم وغيرهم. وساعتها ده هيكون معناه إننا قدام عصر جديد من العلم الحديث محدش فينا كان ممكن يتخيله قبل كده. أنا كده خلصت، وأتمنى تكون الحلقة عجبتك، وكالعادة هسيبلك المصادر تحت الفيديو في الديسكريبشن. ولو أنت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص، ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة، وأشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد إن شاء الله.